Dame la mano a este hombre. Hola, hola, amigo. Dame la mano. Hola, mano, dame la mano. Mano. Dame la mano. Ya está medio. No, 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوان والأخوات، تابعي قناة تربية المعز، مرحبا بكم، تحياتي لكم أينما كنتم، أتمنى تكونوا بخيركم وصحة جيدة إن شاء الله. تابعوا الفيديو، نتمنى ينال إعجابكم، ما تبخلوش علينا، دعمونا بلايك وجزاكم الله خيرا. الأخوان هنا راه جيت نشري الدجاج، هنا راه كاين جميع العلف على حساب كما كتشوفوا قطوس شاش ماكلة ديال الماء ديال كلاب دجاج كلشي خير موجود طلع الخير. جيت شريت دجاج الثمن ديالو 56 Tapponi, no? Non è vero, no? Ma le cose che mi piace fare che vi avete mie. Hola, a dare al loro. Masha'Allah. Che ora serrai la do, no? Non siamo noi a Toyor, ma salvo. Guarda chi viva noi a Toyor. Questo è canario, no? Questo è un canario. No, no, agaponi. Ah, che? Agaponi. Agaponi. Aquello perico. Periquito. El diamante. Y estos son los... Diamante. Ah, diamante. Bonito. Tan precioso. El pájaro perdido también. Hola, hola, amigo. La mano. Hola, mano. Dame la mano. Mano. Dame la mano. Ya está medio. No, 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 بسم الله ما شاء الله الاخوان كما كتشوفوا راه جيت هنايا دابا راه شي سيمانه تقريبا الاخوان ما هزينا البيض لانه بدلوا البلاصه ما بقاش كيبيضوا هنا في هاد الشوارج هادو كما كتشوفوا الشوارج اللي هنايا ما بقاش يبيضوا فيهم هنا ما بقاش يبيضوا حنا قلنا راه ما بقاش يبيضوا حتى جيت تفاجات لقيتهم مخشيين هنايا جيت هاد البلاط هاد البلاط ديال التبن دايرين تما واحد الغار فانا تفاجأ تبارك الله هو واحد الصلة هنايا عمر طويل اللهم بارك وزيد في ذلك هانتوما راه تقريبا هنا تكون واحد 60 بيضة هي القليلة ما شاء الله لقيتها تما واخا جينا في داك الغار هذاك جيت هذاك البار والله لا تبارك الله إلا خير هذا كاع ما كدير عليها كاع كديرش بحسابها قلنا صافي راه ما بقاش يبيض البيض راه شي مع جداب هاد الفروج كيما شتو مؤخرا قلت له راه يقدر يكون منو المشكل ما بقاوش هنايا ما بقاوش الهدوء ولا مبرزتهم ولا شي حاجه السعر ما مزيان راه مبادر الخير والبركه تبارك الله خير ربي هذا هاد البيضات هاد اللون الابيض راه هما اللي تيبيضوا هاد البيض اللي لونه ابيض والكحلات وداك الحمرات حمرات راه ما بقاش عندي راه كانت عندي وحده ماتت وبقاو غير هاد الكحلات تبارك الله اربعه الكحلات واربعه البيضات والعلف هذا راه نوريكم العلفه الاخوان
هاد العلف راه ما شاء الله راه طبيعي، ما فيهش شي مواد كيميائيه ولا شي حاجه، راه غير الشعير، الشعير ومطحون هو والذرة والصوجة. هاهم كما كتشوفو مطحونين، هذا هو اللي تيعطيهم بيض مزيان، لان الصوجة هي اللي كتسخنهم وكيبيضو مزيان تبارك الله. هذا هاد الخيشة راه هاد الكيس هذا راه فيه 25 كيلو، كيدير 14 أورو و50، تيدير 150 درهم. و تنعطيهم هنايا تا هدا تا هو دار القمح و الدرا، القمح و الدرا هادو كاسي مهرشمين، تا هما تنعطيهم ليه. و راه ما شاء الله كاين البيض، المهم على حساب الدار، راه حنا شبعانين البيض تبارك الله. بسم الله ما شاء الله الاخوان، هادي راه هادي هي المعزه اللي كانت ولدات 3، وواحد كان فيه ولدات 4 تبارك الله، وكان واحد ما كاملش. راه هي هادي ما شاء الله راه صحه جيده، راه بدات كترجع صحتها شويه. وهاد الجديه هادي راه بغاوها الوليدات وخليتها ليهم ما شاء الله. الجيت تبارك الله راه زوينه، شوف اللون ديالها اشقار، والام ديالها اللون ديالها بني مغموق كما كتشوفوا. راه غاديه كتكبر، راه بدات كنجيبها كنسد عليها هاد الايام في الكوري باش ما تجيش معايا لهنا باش ما تلفش في هاد الغابه. دابا ملي كبرات ولات تمشى مزيان راه وليت نجيبها مع امها ما شاء الله، هي كترضع. والام ديالها راه كتحلب ما شاء الله، راه كتحلب اكثر من الزيترو في اليوم، واخا بنتها كترضعها كتحلب. اللهم صل وسلم على رسول الله ما شاء الله. حاضية مع الكلاب، معلونة جات هنايا هي حاضية مع بات الدفع على بنتها. والجهة الأخرى راه ديتها بعتها لهداك اللي عندو داك المنتن بيعو جوج ديال الصغار تيربيهم في الرضاع الاصطناعي، راه ديتلو جوج ديال، وجوج ديال الأخر بعتو لواحد مول المعز، بغا يخلي على حساب الفحل، بغا يربي على قبل الفحل تبارك الله. خوز راه بدات تاكل الربع شويه، هذه راه سماتها بنتي هيبه، سماتها هاد الجديه ملاغينيا. داك خروف الروس هذا راه كاع مابقاو يديوها فيها، كاع مع كبرات حتى هي مابقاش هي تبعهم شي بحال الصغار، ملي تيكونوا صغار تيكونوا زوينين، تيكونوا حنان ما شاء الله. ورا الاخوات نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وما نكونش طولت عليكم، تنحييكم من هذا المنبر هذا، ما تنساوناش الدعم الاخوان، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتشوفوا إن شاء الله بإذن الله.